سامر ينحت. قالت معلمة العلوم: أريد منكم صناعة وسائل تعليمية وسنستخدمها في درس النبات. فرح التلاميذ وكأنهم خضروات وفاكهة ملونة في بستان، وكل تلميذ يختار نباتا ليصنع له لوحة. أما سامر وحسن فقد تجادلا، فكلاهما يحب الخس ويريد صناعة لوحة للخس. ابتسمت المعلمة لهما وقالت: حسنا، بإمكانكما التنافس في ذلك، وسأختار اللوحة الأفضل. سامر يحب المنافسة والاختبار، ودائما لا يفكر بغير الانتصار. في البيت راح سامر كمزارع يرسم الخس على ورقة، وعندما ذهب لإحضار أقلام التلوين اقتربت حليمة من اللوحة وتذكرت جدتها التي تسقي النباتات، فسقت خسة سامر المرسومة في اللوحة، وتفاجأت أن الخسة لم تكبر بل اختفت. بعد قليل جاء سامر ورأى لوحته مبللة ممزقة، فصاح غاضبا: هذه البنت ستكون سبب فوز حسن، حليمة سبب فشلي يا ناس. أسرعت الأم لحل المشكلة واقترحت على سامر أن يرسم اللوحة على الكرتون فيضمن فوزه بالمنافسة. فعل سامر ذلك ورسم خسة، ثم فكر بأن يجعل لوحته مميزة فرسم الأرنب الذي يحب الخس، ثم قفز كالأرنب إلى الدكان واشترى إطارا للوحة. لكنه حين عاد وجد الخسة ملونة بالأبيض، والأرنب ملونا بالأخضر، وحليمة وجدها ممسكة بأقلام التلوين تضحك كما يضحك قوس قزح بعد تلوين الغيوم. وسامر مثل زمور الخطر صاح، لكن صراخه لن ينفع، فقد أفسدت حليمة لوحته. ذهب إلى غرفته حزينا، يتخيل حسن منتصرا مسرورا وحوله التلاميذ يهنئونه، لكن سامر سمع صوت مطرقة والده فلاحت له فكرة رائعة. أسرع سامر إلى السقيفة وأحضر قطعة رخام، ثم استأذن والده لاستخدام المطرقة والإزميل، وراح كأنه نحات عالمي ينحت لوحة رائعة على الرخام. حفر سامر كلمة حس، وقبل أن يضع النقطة على الخاء ذهب ليرسم الخسة على ورقة ثم يلصقها على الرخام. وحين عاد كانت حليمة قد حفرت نقطة، لكنها حفرتها في نهاية حرف السين فبدت الكلمة حسن. جن جنون سامر وراح يقول حزينا: مبروك عليك يا حسن الفوز. وفي الصباح
اقترح الوالدان على سامر حلا فأعجبه، فحمل لوحته ومضى كأنه فنان يذهب إلى معرض تحف فنية. وفي المدرسة كان حسن بلا لوحة، فلم يتمكن من صناعة واحدة. وقف سامر أمام التلاميذ وقال: لقد ساعدتني أختي حليمة وصنعنا لوحة للخس وكتبت عليها اسم صديقي حسن. قدم سامر اللوحة لحسن وقدماها معا للمعلمة، ففاز سامر وفاز حسن، وفاز الجميع بدرس مميز فيه لوحات رائعة، والتلاميذ يبتسمون كخضار وفاكهة ملونة في بستان.